بعد معاناة طويلة مع المرض استمرت بضع سنوات، فرق نجم الكوميديا المصري سعيد صالح الحياة عن عمر يناهز 76 عاما إثر تدهور حالته الصحية، ليورثر في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية شمال القاهرة. بدأ صالح الذي ولد عام 1938 رحلته في عالم الفن بعد حصوله على لسانس الأداب عام 1960، وكانت خشبة المسرح بجامعة القاهرة سببا في اكتشافه، فمنها انطلق في مشوار فني حافل بالإنجازات والأعمال الفنية التي عاكست واقع المجتمع المصري. سعيد هو أكثر ممثلي جيله موهبة وأكثرهم حضورا على المسرح، وتقدر تشوف ده حتى في طلاته مع ممثل بحجم عادل إمام أو ممثلين كبار زي أحمد زكي وزي يونس شلبي ومحمود عبد العزيز وكل الممثلين اللي عمل معاهم، سواء في أدوار كوميدية أو في أدوار تمثيلية عادية، سواء تراجيديا أو دراما أو حتى هو يؤدي أدوار الشر. كان سعيد صالح بيسرق الكاميرا من الكل. عرف سعيد صالح بخروجه عن المألوف في أدائه الذي اعتمد فيه على سرعة البديهة والارتجال، رغم أن ذلك أوقعه في متاعب كثيرة، فقد سجن 6 أشهر بعد خروجه عن نص مسرحي سخر فيه من رؤساء مصر السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، عقوبة كانت في حد ذاتها محلا لسخريته ولخروج جديد عن النص. بتتكلم ليه؟ انت تتكلم وانا ارد عليك واخرج عن النص واتحبس ثاني ولا ايه؟ شارك الفنان الراحل في مئات من الاعمال السينمائيه والمسرحيه، تركت علامه فارقه في تاريخ الفن المصري، ومن ابرز اعماله فيلم زهايمر وسلام يا صاحبي ومسرحيه العيال كبرت ومدرسه المشاغبين، شارك فيها رفيق دربه عادل امام ونخبه من النجوم المصريين مثل يونس شلبي واحمد زكي. البي بي سي لم تكن بعيده عن كوميديا سعيد صالح. المذيع بتاع الراديو راح واقف على حيله. المذيع ماله؟ واقف على حيله. وانت ايش عرفك ان مذيع الراديو واقف على حيله؟ ايه؟ ايش عرفك ان مذيع الراديو واقف على حيله؟ ليه؟ الراديو بيعمل كده. ايه ده؟ هو الراديو لما يعمل كده يبقى المذيع طبعا. هنا البي بي سي هنا البي بي سي هنا البي بي سي. قرص ابن المعلم الزناتي اتهزم يا رجاله. يا مرسي انا قصدي اقول لك يعني الراجل المذيع يعني نطقها ازاي؟ قالها ازاي المذيع؟ ايه دي؟ اللي الرجاله اللي انت قلتها دي رجاله؟ اه. المرسي ابن المعلم الزنات اتهزم. هه يا مينز. يا مينز جمع ابوستروف اس. من القاهره عبد الله بهلاله، بي بي سي.